بوليتكنيك البحرين كانت بمثابة شمعة في حياتي، فتحت لي باب أني أبتدي أكون صداقات وأتعلم أمور ما كنت في البداية متخذها في الحسبان. بوليتكنيك البحرين مثل الأم اللي احتضنت أبنائها حق فترة، علمتهم، جعلتهم تكتسب مهارات، خبرات. Polytechnic achieves its mission by preparing our students to be work ready once they graduate. Polytechnic البحرين افتحت لي آفاق جديدة. آفاق جديدة تدشن بها Polytechnic البحرين منذ عام 2008 مرحلة جديدة من التعليم من ضمن المشروع الرائد لتطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين. كان فيها الاستثمار في الإنسان هو الأساس الذي جعل من سوق العمل اليوم شاهداً على أجيال من الخريجين المبدعين. تأكيداً لحقيقة أن تطوير وتنمية البلاد يبدأ بتنويع مصادر اقتصادها، وذلك من خلال إعداد أبنائها وتمكينهم من الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. طلبة البوليتكنيك البحرين متواجدين في كل مكان، منهم في القطاع الخاص، القطاع العام، منهم من يعمل خارج البحرين في أوروبا أو على حسب الشركات نفسها العالمية، ومنهم من أسس لمؤسسة أو أسس لشركة صار أرباب عمل، فلا يوجد مكان معين لهم، فهم كل مكان. أول ما تخرجت في 2008 قررت أن أدرس تخصص جديد، فكان في تخصص جديد في البحرين هو اللوجيستكس، فبوليتكنيك كانت هي الجامعة الوحيدة اللي تقدم هذا التخصص. كنت أعتقد أني أنا أعرف أصمم، لكن يوم درست فيجوال ديزاين في بحرين بوليتكنيك اكتشفت أن أنا ما كنت أعرف شيء، خصوصا لما كان تعليم التصميم المرئي والفيجوال ديزاين مختلف عن اللي احنا نعرفه في التصميم. بوليتكنيك البحرين واحدة من الجامعات اللي همها تطوير مشاركة المرأة في مجالات الصناعة والهندسة واللوجيستكس، بحيث أن تحاول تخلي المرأة تخدم مجتمعها والاقتصاد الوطني. اللي عجبني في بوليتكنيك البحرين هو التوجه العملي والهاندزون اكسبيرينس، فمن خلال البرنامج اللي تم طرحه أثناء ما كنت أدرس في المدرسة حبيت أن أنتقل أو أنضم لبوليتكنيك البحرين، لأن تعطيني المساحة والفكر بأني أتعلم من خلال الممارسة. هذا التوجه العملي الذي يجعل من بوليتكنيك البحرين جامعة مختلفة. أول ما دشيت بوليتكنيك استغربت أن التعليم مهني أكثر من أنه أكاديمي. صدمت يوم اكتشفت أنه ما في شيء اسمه امتحانات تحريرية أوراق ونقل. شلون المدرس يختبر الطالب عن طريق مشاريع حقيقية أو شبه حقيقية؟ بوليتكنيك البحرين درستنا بطريقة معينة وهي PBL Problem Based Learning. المدرس يعطيك سيناريو في مشكلة أنت شلون تحلها، فأنا أطبقه في الشغل نفس الشيء. طبعاً بتصير لك مشاكل في الشغل مع الكلاينت، فأنت شلون تطلع حل معين عشان يعني تستفيد. Using PBL we found out that the students are more engaged in the learning process. They get more benefit out of the teaching and they are more motivated to participate in the learning process. أبرز ما يميز بوليتكنيك البحرين هو التنوع. التنوع في طرح المواد وطرح التخصصات نفسها. فالتنوع اللي بوليتكنيك البحرين تمتلكه حالياً مميز جدا في مملكة البحرين، وأسسني وهيئني أني أكون جاهز تقبل كل الأنواع وكل الأساليب اللي ممكن تطرح في سوق العمل اليوم. طبعا من الأشياء الإضافية اللي بعد تتميز فيها بوليتكنيك البحرين، الكادر الأكاديمي الموجود عندنا يتكون من أكثر من 20 جنسية، فذلك يساعد في عملية لنقل الخبرة الموجودة في العالم للطالب. هذه الأفكار والأساليب المبتكرة في التعليم هي التي تثبت مدى جودة المخرجات التعليمية، حيث بلغت نسبة خريجي بوليتكنيك البحرين الذين حصلوا على وظائف في غضون 6 أشهر من تخرجهم 83%. واحدة من الأمور اللي مريت فيها في الجامعة، كنت أنا وزميلي سلمان في كلاس النتورك،
كنا نتكلم كنا نقول لو سلمان يوم من الأيام اشتغلنا حق سيسكو what we will be doing يعني شنو الأشياء اللي راح نسويها. فما قعدت 3 سنين ولقيت نفسي اليوم في سيسكو. علمتني بوليتكنيك البحرين أن أطور مهارات التخطيط عندي واللي حالياً قاعدة أطبقها في شغلي في خليج جرفلة الألمنيوم، وهاي المهارة ساعدتني أن أخطط كل جزء من شغلي. لتكون نورة هي المرأة البحرينية الأولى التي تعمل في قسم الدرفلة في شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم غارمكو. قررت أفتح مشروعي الخاص بعد ما أتخرج من بوليتكنيك البحرين، لأن البوليتكنيك هيئت لي الظروف، هيئت لي البيئة العمل اللي غيرت طريقة تفكيري بحيث أني أنا أقدر أعتمد على نفسي، أقدر أشتغل كديزاينر كمصمم بنفسي، أجيب لي كلاينت، أعرف أتعامل معهم، أعرف أتكلم معهم، بعدين أقدر أشتغل مع فريق، أقدر أكون فريقي الخاص ونشتغل مع بعض عشان نحقق الهدف اللي إحنا نبيه منه في المشروع. في بوليتكنيك البحرين كان طبعاً مدرس في مجال اللوجستيات قال لي أن التخصص هو بيكون فقط مفتاح حق مقابلات شغل، فمو بمعناته أن أنت بتشتغل طول حياتك في تخصص معين. فأنا اشتغلت في اللوجستيات في هواوي البحرين لما صرت مدير علاقات عامة، لما صرت مدير حساب القطاع الحكومي. فأنت وتفكيرك شلون تشتغل في شركة معينة، بس لازم يكون عندك أساس. فأنا كان أساس مالي اللي هو اللوجستيات. We get very positive feedback that our graduates are, let's say, more work ready. They have the right employability skills as well as the technical knowledge, and they require, let's say, less training once they're into a job. جميع الموظفين اللي عندنا هم خريجين بوليتكنيك البحرين. عندنا 7 موظفين من مختلف تخصصات، معظمهم من فيجوال ديزاين، بس عندنا ايضا متخرجين من الويب ميديا ومن الماركتينج والبزنس. حاولت مرتين للدخول للبوليتكنيك ونجحت من المرة الثانية، وحاولت 7 مرات اني ادخل سيسكو ونجحت من المرة السابعة. لا تتوقف عن الحلم. بوليتكنيك البحرين مرحلة 10 سنين، خلينا نقول مرحلة ناضج. ما بعد 10 سنين مع الانتقالية مشروع القانون راح تخلينا ان نطلع في المنطقة، مو بس في الخليج، لكن في الوطن العربي والعالم بشكل عام. وبهذه الرؤية الشاملة تتطلع بوليتكنيك البحرين إلى مواصلة التميز والعطاء بما يحقق الرؤية السامية لبحرين المستقبل 2030. بوليتكنيك البحرين، عقد من الاحترافية والنجاح.